مشكلة اضطراب الانتباه والنشاط الزايد من المشكلات الهامة جدا اللي بتزعج الآباء والمعلمين، ورغم أن هذا الاضطراب منتشر جدا بين الأطفال بصفة عامة، لأن المشكلة تكمن في أن الوالدين والمعلمين ليست لديهم دراية أو خبرة بهذا الاضطراب أو بأعراض هذا الاضطراب، ولذلك بنجد أن الاضطراب يوجد أيضا لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، والوالدين علشان ما عندهم فكرة عن أعراض هذا الاضطراب يعتقدوا أن الطفل عنده حركة طبيعية أو نشاط زايد بحكم مرحلة الطفولة اللي هو بيمر فيها، ولذلك هنعرض بعض الأعراض اللي هي بيتم بناء عليها تشخيص هذا الاضطراب لكي نعطي فكرة للمعلمين والوالدين علشان لو لاحظوا وجود هذه الأعراض على أطفالهم يقدروا يعني يودوهم للمتخصصين بحيث يتم علاج هذه المشكلة في وقت مبكر. بالنسبة لحجم المشكلة، حجم مشكلة اضطراب الانتباه والنشاط الزايد، هذا الاضطراب يعد من أكثر المشكلات السلوكية في مرحلة الطفولة بصفة عامة، ولو تخيلنا أن هذا الاضطراب ينتشر بين 10% من الأطفال بصفة عامة من أطفال العالم بكل المستويات الاجتماعية والثقافية المختلفة، فهذا يبين أن حجم المشكلة كبير جدا. في دراسة في أجريت في الولايات المتحدة على الأطفال في عمر المدرسة اللي هم يذهبوا إلى المراكز الصحية لعلاج من مشكلات سلوكية أو نفسية، تبين أن 50% من هؤلاء الأطفال يعانوا من اضطراب النشاط الزايد وضعف الانتباه. أما بالنسبة لأعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد، فإحنا بالحقيقة بنعتمد في تشخيص هذا الاضطراب على الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية اللي هو صادر عن جمعية الطب النفسي الأمريكية، واللي احنا بناخد به هنا واللي الطب النفسي وعلم النفس بياخد به في تشخيص هذا الاضطراب. هذا الدليل ذكر ان اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد بيظهر على الأطفال على ثلاث أعراض رئيسية: أعراض لضعف الانتباه، وأعراض للنشاط الزايد والاندفاعية، العارضين بيظهروا معا، وأعراض وفي بعض الحالات بيكون عندها أعراض الاندفاعية والنشاط الزايد وضعف الانتباه. فبالنسبة لأعراض ضعف الانتباه، بنجد أول عرض من هذه الأعراض أن الطفل يجد صعوبة شديدة في الانتباه لشكل المثير، يعني للشيء اللي هو أمامه ومكوناته الدقيقة، الأشياء التي يتكون من هذا الشيء، يعني عنده ضعف القدرة على التركيز. أيضا الطفل لا يستطيع تركيز انتباهه على شيء محدد، ولذلك انتباهه مشتت، لا يستطيع التركيز مع المعلم أو مع الوالدين على شيء، خاصة أثناء تأدية الواجبات المنزلية لا يستطيع تركيز انتباهه على شيء محدد لمدة زمنية طويلة، ولذلك هذا الطفل بنجد دايما مدة انتباهه قصيرة، ولذلك استراتيجيات العلاجية بتركز دائما على تنمية الانتباه عند هؤلاء الأطفال. العرض الآخر أن هؤلاء الأطفال لديهم صعوبة في القدرة على الإنصات، على السمع، لدرجة أن بعض الباحثين ذكر وقال أن هؤلاء الأطفال يبدو الطفل وكأنه لا يسمع، علما بأن حاسة السمع لدى هذا الطفل سليمة وتعمل بطريقة جيدة، ولكن الطفل يبدو وكأنه لا يسمع. أيضا يجد صعوبة في متابعة التعليمات، يعني التعليمات اللي هو بيقدمها له المعلم لا يتبع هذه المعلومات بطريقة دقيقة. أيضا أعماله غير منظمة وغير مرتبة، وده طبعا بيخلي المكان اللي هو فيه مبعثر، وبالتالي هذه الأشياء تؤدي إلى تشتت انتباه الطفل. يبتعد عن المشاركة في الأعمال التي تتطلب مجهود عقلي، خاصة في حصص الرياضيات، حصص اللي هي عايزة تفكير أو عايزة إن هو يشغل مخه في عملية جمع، في عملية طرح، نجد إن الطفل دايما يبتعد عن المشاركة في الحصص الدراسية اللي هي عايزة تركيز ذهني، ولذلك الطفل بيخرج من هذه الحصص بطرق شتى، مثلا اللي هو الهروب، بيسموها الهروب من الموقف التعليمي، بمعنى
ان الطفل لما المعلم يدخل في الحصة خاصة فيها رياضيات بيحاول ان هو يستهلك وقت الحصة عن طريق مسح السبورة ويبالغ في مسح السبورة، يعني بيحاول يمسحها مرة ويعيد عليها مرة تانية بحيث ان هو يستهلك الوقت. اذا كان المعلم مثلا عايز يوزع دفاتر على الطلاب ياخد هو الدفاتر ويحاول يوزعها برضه ويستهلك وقت كتير جدا في توزيع هذه الدفاتر، يعني ما يوزعها بسرعة بيحاول يضيع الوقت. ما نجحت هذه الطريقة يحاول يطلع أدواته الدراسية مثلا من الشنطة ويبالغ أيضا يطلعها ويحطها تاني ويطلعها على أساس يضيع الوقت. ما نفعت الطريقة ومحاول يستهلك الوقت في أنه يخرج خارج الفصل على أنه رايح يجيب شيء من زميله أو من أخوه في الحصة التانية ويغيب، ما نفعت يقول طبعا عايز أروح الحمام ويتأخر لما يرجع. يعني الطفل بحاول يبتعد بشتى الطرق عن المواقف التعليمية التي تطلب منه عمل ذهني أو تفكير عقلي. أيضا من ضمن الأشياء من ضمن الأعراض إن هو ينسى الأشياء الضرورية التي يحتاجها. يعني هو مثلا عنده بكرة حصة هندسة ومعروف ياخد مفروض ياخد أدوات الهندسة، ينسى الأشياء اللي هي مفروض ياخدها. عنده حصة سباحة ومعروف في يوم السبت مثلا عنده حصة سباحة، المفروض لبس السباحة موجود معه دايما ينساه. يروح المدرسة أيضا وهو راجع ينسى هناك ملابسه اللي هي الأشياء المعتادة اللي هو بياخدها أو معه من البيت إلى المدرسة أو من المدرسة إلى البيت. من المثير ان هؤلاء الاطفال يتشتت انتباههم بسهولة، يعني اي صوت دخيل عن الموقف التعليمي المثير الدخيل احنا بنقول عليه، اي صوت خارجي غير اللي المعلم يشتغل فيه. الطفل لو سمع حد ماشي في الطرقة في السيب خارج القاعة بينتبه الى الصوت اللي جاي من بره ويخليه يتشتت انتباهه الى الصوت الخارجي. الاكثر من ذلك لو في حد من زمايله بيقلب صفحات الكتاب، صوت صفحات الكتاب بيشتت انتباهه. اذا المشتتات او المنبهات البسيطه جدا بتساعد على تشتت انتباه هؤلاء الاطفال. دائما ينسى الاعمال اليوميه المعتاده مثل حل الواجبات المنزليه، معروف ان هو لما يرجع البيت المفروض يحل واجباته، دائما ينسى هذه الواجبات. أما بالنسبة لأعراض النشاط الزايد فبنجد أن الطفل يجلس على الكرسي وهو متململ، يبدو وكأنه غير مستريح، دايما يتحرك، دايما لا يستقر في جلوسه. بالإضافة إلى ذلك المكان اللي هو يجلس فيه يترك هذا المكان ويظل ذاهبا ذهاب وإياب في الفصل، يعني ما يستقر في مكانه، لا يتحرك يروح لغاية السبورة ويرجع تاني ويروح لغاية زميله ويرجع تاني بدون أي سبب، يعني يظل يتحرك في المكان الذي يوجد فيه بدون سبب أو هدف واضح أو مقنع. النقطة الأخرى أو العرض الآخر، هذه كلها الأعراض الواردة في الدليل التشخيصي والإحصائي اللي الطب النفسي وعلم النفس بياخد فيه واللي احنا في بلادنا هنا بناخد بها في تشخيص هؤلاء الأطفال. يجعل الأشياء في المكان الذي يوجد فيه مبعثرة، يعني ما الأعمال كلها كما ذكرنا تخلو من النظام والترتيب، والأشياء في المكان سواء كان موجود في غرفة نومه في الفصل في على الطاولة اللي هو موجود فيها في المدرسة، بيحاول دايما الأشياء تجد إن الأشياء مبعثرة غير منظمة، ووجود هذه الأشياء بهذه الطريقة بيشتت انتباه الطفل وما بيخليه يركز مع المعلم على الدرس اللي هو بيقوله. بالإضافة إلى ذلك عرض آخر وهو دايما يحدث صخب وضوضاء مزعجة، يعني بيجعل المكان اللي هو فيه مكان فيه ضوضاء فيه إزعاج فيه صخب، وده طبعا بيأثر على أداء زميله في المكان في حجرة الدراسة. عرض آخر وهو التحدث بكثرة، دايما بيتكلم كثير. أما بالنسبة للعرض الآخر وهو الاندفاعية، ودي هذا العرض او اعراض اللي هي اللي تندرج تحت الاندفاعيه الحقيقه من الاعراض التي تؤثر جدا على التحصيل الدراسي عند الاطفال وخاصه على استجابته على الاختبارات. العرض الاول ان هذا الطفل يجيب عن الاسئله قبل استكمالها، يعني المعلم مجرد ما يساله سؤال قبل ما يسمع السؤال كامل من المعلم علشان يعرف ايه المقصود يتسرع في الإجابة عن هذا السؤال، وبالتالي إجابته بتكون خاطئة. حتى لو كان في اختبار مجرد ما يقرأ بداية السؤال ما يكمل السؤال ويجاوب من غير ما يكمل السؤال ويعرف إيه المقصود من السؤال، وبالتالي بتكون إجابته خاطئة.
العرض الآخر عجول، عجول لا يستطيع الانتظار في دوره، يعني مندفع، يقاطع حديث الآخرين، يعني ده طبعا بيأثر عليه في علاقته بزمايله، يعني لما بيلاقي حد من زمايله بيتكلم يتدخل في حديث الآخرين، الوالدين بيتكلموا في مسألة معينة أو معاهم شخص غريب ضيف مثلا وبيتكلموا في شخص في شيء معين يتدخل في حديث الآخرين وخاصة بين زمايله، وده بيخليه مرفوض وغير محبوب من زمايله أو من الأفراد المحيطين به. أيضا يتدخل في أنشطة الآخرين، يعني لو زمايله بيلعبوا في لعبة معينة أو في نشاط معين عايز يدخل معاهم عضوة في هذا النشاط، وبالتالي هم بيكونوا غير راغبين لمشاركته في هذا النشاط، فهو بيقوم بسلوكيات مثلا لو بيلعبوا كرة قدم عايز يتدخل وعايز ويصر إن هو لازم يلعب معهم، لو رفضوا ان هم يشاركوا في هذا النشاط بياخدوا الكره ويجري منهم، يعني بيقوم عنوه لازم يفرض نفسه عليهم بحيث ان هم لازم يستجيبوا لي ولازم يدخلوا في الانشطه اللي هم بيقوموا بيها. بالاضافه دي الاعراض اللي احنا ذكرناها، دي الاعراض اللي هي وردت في الدليل التشخيصي والاحصائي. في الدراسات التي اجريت بعد ذلك بينت اعراض اخرى لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد. العرض الأول ضعف القدرة على التفكير، الطفل عنده ضعف في العمليات العقلية، عنده ضعف في القدرة على التفكير، أيضا عنده كثرة النسيان، دايما ينسى وهو رايح المدرسة، ينسى الصبح في البيت الأشياء، حضر الدفاتر عشان يقودها معاه، نسي بعض الكتب اللي هو مفروض يقودها معاه، خد لبس السباحة وراح المدرسة ينسى هناك هذه الملابس، خد الدفاتر وراح المدرسة ينسى الدفاتر هناك، يعني دايما عنده كثرة نسيان للأشياء اللي هو مفروض يقودها معاه من البيت وهو رايح المدرسة، وينسى أيضا في المدرسة الأشياء اللي هو خدها معاه في الصباح والمفروض يرجع بها للبيت. كثرة شرود الذهن، يعني دايما شارد الذهن سرحان. العرض الهام جدا واللي له تأثير على التحصيل الدراسي ضعف القدرة على الفهم. في إحدى الدراسات بيّنت إن هؤلاء الأطفال لا يفهمون غير 30% فقط من جميع المعلومات التي يسمعونها سواء كان في البيت أو في المدرسة، خاصة في الموقف التعليمي. يعني نتخيل إن الطفل بيحضر اليوم الدراسي كامل وبيعود البيت لا يفهم سوى 30% فقط من كل المعلومات اللي سمعها خلال يوم الدراسي. أيضا العرض الآخر واللي بيأثر على التحصيل الدراسي وعلى استجابة الطفل على الاختبارات التردد الشديد، التردد عند اتخاذ أي قرار حتى لو كان بسيط، بمعنى إنه هو لما يحل مسألة أو كان في اختبار وهذا الاختبار فيه خيارات يتردد، يا ترى الإجابة هنا اللي صح وممكن يتعلم على الإجابة الصح لو كان في خيارات، وبعدين يتردد مرة أخرى ويشطب على الإجابة ويعمل إجابة خاطئة، وهذا التردد بيخليه يضيع، يستهلك وقت كبير جدا من وقت الاختبار، وبالتالي وقت الاختبار بينتهي قبل أن يكمل الطفل حل الاختبار. ضعف القدرة، عنده عرض آخر وهو ضعف القدرة على التحدث، يعني في الاختبارات الشهرية أو الشفهية الطفل عندما يسأل لا يستطيع التعبير، خاصة لو كان بيعبر عن شيء معين أو عايز يحكي حدث معين ما يقدرش يعبر عن هذا الحدث. أيضا من الأعراض الهامة التي تؤثر أيضا على التحصيل الدراسي أو على الاستجابة على الاختبارات إن الطفل بينتقل من عمل إلى آخر قبل أن ينتهي العمل اللي هو بيقوم به، يعني هو بيحل مثلا عنده 10 مسائل في الاختبار، بيحل مسألة، المسألة الأولى يسيب المسألة ناقصة وينتقل إلى المسألة الثانية، والمشكلة تكمن في إنه لما ترك المسألة الأولى كان بيعتقد إنها انتهت لا يرجع إليها مرة أخرى، وبالتالي المحصلة إنه هو في النهاية جميع أعماله خاصة في الاختبار هيتركها غير مكتملة، وبالتالي هيحصل على درجات ضعيفة. أيضا من الأعراض المؤثرة على أداء الأطفال على الاختبارات وهي ضعف قدرة الطفل على استرجاع المعلومات من الذاكرة، يعني عنده ضعف القدرة على التذكر، وهذا أيضا بيخليه ينسى المعلومات وهو بيجاوب على الاختبارات، وبالتالي بتأثر على الدرجة اللي بيأخدها على اختبارات التحصيل الدراسي. طبعا هذه الأعراض اللي احنا ذكرناها بتظهر على الأطفال كما ذكر الدليل التشخيصي والإحصائي
على ثلاث أنماط أو على ثلاث أشكال. في أطفال بيظهر عندهم أعراض ضعف الانتباه فقط، وفي أطفال بيظهر عليهم أعراض الاندفاعية والنشاط الزايد معا، العرضين معا بدون أعراض ضعف الانتباه، وفي حالات أخرى بتظهر على الأطفال بيكون عندهم أعراض ضعف الانتباه والنشاط الزايد والاندفاعية. هذه الأعراض اللي احنا ذكرناها بتؤثر تأثير كبير على التحصيل، على أداء الأطفال على الاختبارات التحصيل الدراسي وعلى اختبارات الذكاء. ولذلك في بعض الدراسات لما فحصت الذكاء عند الأطفال ذوي النشاط الزائد والأطفال اللي هم عندهم تخلف عقلي، وجدوا ما فيش فروق بالاثنين، يعني ذكاء معامل ذكاء الأطفال اللي عندهم اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد يشبه تقريبا نسبة معامل الذكاء عند الأطفال المتخلفين عقليا من فئة التخلف العقلي البسيط. طبعا هذا ليس معناه ان هؤلاء الاطفال عندهم تخلف عقلي ابدا، ولكن المقصود ان اعراض هذا الاضطراب اثرت على اداء الاطفال على اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي، وبالتالي حصلوا على درجة ضعيفة، وهنا تكمن المشكلة. يعني اعراض هذا الاضطراب اثرت على الاداء وليس على القدرات العقلية. الطفل كما ذكرت الدكتورة سحر ذكاء طبيعي وممكن يكون يعني ذكاء مرتفع، ولكن أعراض هذا الاضطراب بتأثر على أداء الطفل. يعني مثلا لما نجد أعراض مثل النسيان وشرود الذهن وتشتت الانتباه بتضيع وقت طويل جدا من وقت الاختبار، فبتخلي الطفل ضيع حوالي ربع الوقت أو تلت الوقت من غير ما يجاوب عن الأسئلة. عرض آخر مثل عرض التردد، يا ترى السؤالين هون صح، خاصة في الأسئلة فيها اختيارات، يتردد ما هو عارف الإجابة الصحيحة، بالتالي بياخد وقت طويل جدا وهو متردد في الإجابة عن الاختبارات، فبيخليه أيضا يضيع وقت كبير من غير ما يجاوب على أسئلة الاختبار. يبقى في وقت طويل جدا من وقت الاختبار، سواء كانت اختبارات ذكاء لها وقت محدد وأيضا اختبارات التحصيل الدراسي لها وقت محدد، فبتضيع جزء كبير من الزمن بدون ما يجاوب. الإجابة أو التنقل السريع من عمل إلى آخر قبل أن ينتهي من العمل الذي يقوم به كما ذكرنا في من أعراض الاضطراب، الطفل بينتقل بسرعة من عمل إلى آخر من غير ما يكمل العمل السابق الذي كان يقوم به. فالطفل بحل مسألة معينة يعتقد أنها انتهت ويذهب إلى المسألة الأخرى. هذا العرض بيخلي الطفل يترك جميع الأعمال اللي هو بيقوم بيها غير مكتملة، وبالتالي يبقى الطفل هنا ضيع وقت طويل جدا من غير ما يجاوب، الأسئلة اللي هو جوابها ترك معظمها ناقصة غير مكتملة، بالإضافة إلى التردد ضيع وقت كبير جدا، فالزمن المخصص للاختبار بينتهي قبل أن يجيب الطفل عن جميع الأسئلة، وبالتالي الطفل هنا بيحصل على درجة ضعيفة على اختبارات الذكاء أو التحصيل الدراسي. وبالنسبة لاختبارات الذكاء بقول مرة تانية، هذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال لديهم تخلف عقلي أو ضعف قدرتهم العقلية، إنما المشكلة الكبيرة تكمن في إن أعراض هذا الاضطراب هي التي أثرت على أداء هذا الأطفال هؤلاء الأطفال. في دراسة حاولت تتأكد من ذلك، عملت علاج لأعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد، يعني قاست نسبة ذكاء معامل ذكاء الطفل اللي هو عنده اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد، وعملت تدخل علاجي لتخفيف أعراض الاندفاعية والنشاط الزايد وتنمية الانتباه. بعد البرنامج وجدوا ان ذكاء الطفل قد تحسن. هنا هؤلاء الباحثين قالوا ان هذا التحسن بيدل على ان انخفاض الدرجة اللي حصل عليها الطفل على اختبار الذكاء معناها ان هو راجع لأعراض هذا الاضطراب وليس الى ضعف قدرات العقلية لدى هؤلاء الاطفال. دي الكلام اللي احنا قلناه، ان اعراض هذا الاضطراب بتأثر على التحصيل الدراسي وعلى اختبارات الذكاء. في دراسة الحقيقة انا قمت بيها العام الماضي بتهدف، كان من ضمن اهدافها بنعرف من خلالها الاعراض الاكثر تأثيرا على التحصيل الدراسي والذكاء، اعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد التي تؤثر على التحصيل الدراسي وعلى الذكاء لدى هؤلاء الاطفال. الحقيقة من نتائج الدراسة بيّنت ان جميع اعراض
اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد اعراض السابقه بالكامل سواء كان ضعف الانتباه او النشاط الزايد او الاندفاعيه لها تاثير قوي على اداء الاطفال على اختبارات الذكاء وعلى التحصيل الدراسي، وبالتالي بتؤدي الى انخفاض درجات الاطفال على اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي. ومن هنا استراتيجيات التدخل التربوي بتقوم على شقين، الاطفال عندهم ضعف الانتباه وعندهم نشاط زايد، الاعراض النشاط الزايد والاندفاعيه مرتفعه، وعندهم الاعراض ضعف الانتباه المستوى الانتباه منخفض، ولذلك استراتيجيات التدخل التربوي بتحاول ان هي تعمل على تنميه الانتباه من خلال تحسين الانتباه او من خلال استراتيجيه جذب الانتباه. وبالنسبة لأعراض النشاط الزايد والاندفاعية بتحاول تقلل من مستوى النشاط الزايد ومستوى الاندفاعية من خلال برامج تعديل السلوك لخفض أعراض الاندفاعية والنشاط الزايد. فبالنسبة لاستراتيجية جذب الانتباه، هذه الاستراتيجية يعني بتقوم على استخدام الخصائص الطبيعية في الأشياء المرئية المنبهات البصرية لجذب انتباه الطفل، وهذه الأشياء يستطيع المعلم إن هو يستغل هذه الأشياء الخصائص الطبيعية في الوسائل التعليمية اللي هو ممكن يستخدمها مع الأطفال لأنها بتعمل على جذب انتباه هؤلاء الأطفال. أول شيء من هذه الخصائص هو الموقع. بيّنت الدراسات العلمية إن الأشياء التي تقع أمام العين مباشرة تجذب الانتباه أكثر من الأشياء التي تقع على جانبي المشهد البصري. يعني أنا مثلا لما أنظر للسبورة بيكون تركيزي أكثر على الوسط أكثر من التركيز على جانبي السبورة على جانبي المشهد البصري. ولذلك العلماء أوصوا بأن الأطفال اللي هم عندهم اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد يجب يجلس في الصف اللي هو بيكون في منتصف القاعة بحيث يستطيع النظر إلى السبورة، بتكون الكلام اللي هو مكتوب على السبورة أمام بصري مباشرة. الشيء الثاني اللي هو ممكن المعلم يستخدمه في الوسائل التعليمية هو الحجم. الأشياء ذات الأحجام الكبيرة تجذب الانتباه أكثر من الأشياء ذات الأحجام الصغيرة. يعني مثلا لو أنا عايز أدرس للطفل شيء معين، ولنفترض في مادة الهندسة هيدرس للطفل المثلثات، بدل المعلم ما يستخدم مثلثات ذات أحجام صغيرة ممكن يستخدم مثلثات ذات أحجام كبيرة، لأن الأشياء ذات الأحجام الكبيرة تجذب الانتباه إليها أكثر من الأشياء ذات الأحجام الصغيرة. أيضا الشدة، الشدة تجذب الانتباه. يعني مثلا إذا كان هناك إحنا جالسين وسمعنا صوت شديد خارج القاعة بيجذب الانتباه أكثر من الصوت اللي هو داخل القاعة. ولذلك الشدة لا تعني الصوت فقط، ولكنها تعني الأشياء اللي هو التباين الشديد زي الألوان الزاهية. ولذلك المعلم ممكن يستخدم هذه الأشياء في الوسائل التعليمية، يستخدم الوسائل التعليمية تكون الألوان اللي فيها ألوان زاهية، لأن هذه الألوان الزاهية بتجذب الانتباه إليها أكثر من الألوان غير الزاهية. أيضا طبيعة المنبه، يعني المنبهات اللي هو هيستخدمها المعلم كوسيلة تعليمية، هل هي صور أو كلمات أو صور الإنسان أو جماد؟ بيّنت الدراسات العلمية إن الصور تجذب الانتباه أكثر من الكلمات. يعني إذا كان المعلم عايز يعلم الطفل شيء بدل ما يقدمه على هيئة كلمات مكتوبة على السبورة، لو عرضها على صور، الصور بتجذب الانتباه أكثر من الكلمات. أيضا صور الإنسان بتجذب الانتباه أكثر من صور الجماد. الخاصية الأخرى وهي التغير، يعني الأشياء المتغيرة تجذب الانتباه إليها أكثر من المنبه الذي يظل على حال ثابتة. يعني بمعنى أنا عايشاً أشرح للطفل أو أوضح للطفل المثلثات وأعرفه المثلث المتساوي الأضلاع من المثلث الأنواع الأخرى من المثلثات، إذن أنا هستخدم مثلث صغير الحجم ولا مثلث كبير الحجم؟ المفروض عشان إحنا نجذب انتباه الطفل نستخدم عدد من المثلثات الكبيرة والصغيرة والملونة بألوان خضراء وحمراء وصفراء إلى آخره، لأن هذا التغير في شكل المثير أو شكل المنبه بيجذب الانتباه أكثر من الوسيلة التعليمية اللي هي تظل على حال واحدة. يعني بستخدم مثلث مثلا لونه أحمر فقط هو اللي أنا بستخدمه طوال الحصة، إنما لو نوعت في عدد
هذه الوسائل التعليمية وأشكالها، فهذا بيؤدي إلى جذب انتباه الطفل إلى هذه الأشياء أكثر من الوسائل التعليمية اللي هي وحيدة تستخدم مع طفل كوسيلة وحيدة داخل الفصل. أيضا التكرار، تكرار عرض الشيء على الطفل، وهنا التكرار المقصود به ان انا اعرض الشيء او الخاصية او المهارة اللي انا عايز اقدمها للطفل اعرضها عليه ولكن بطرق مختلفة. يعني انا مثلا عايز كما ذكرنا عايز اقول للطفل اعلمه الفرق بين الزوايا المختلفة في المثلث، اعرضها للطفل ولكن المثلث نفسه يكون متغير، مرة اخضر مرة اصفر مرة احمر مرة حجمه كبير مرة حجمه صغير، لان كثرة عرض المثير على الطفل بتخلي الطفل يركز على الأشياء الدقيقة اللي هو نسي يركز عليها في المرات السابقة. الشيء الآخر أو الخاصية الأخرى التي تساعد على جذب انتباه الطفل التباين، التباين بين الشكل والأرضية أو الشكل والخلفية. يعني مثلا الأشياء اللي هي المتباينة الشكل فيها بيظهر أكثر من الأرضية، بمعنى لو كانت الصبورة زرقاء والكلام مكتوب بلون أصفر بيجذب الانتباه، لكن لو كانت الصبورة زرقاء والكلام مكتوب مثلا بلون أزرق فاتح مش هيجذب الانتباه. إذن التباين المقصود بالشكل هو الشيء الخارجي اللي هو تفاصيله كلها تظهر، يعني الكلام هنا يعتبر هو الشكل اللي هو بيظهر بكامل تفاصيله، الخلفية هو الشيء اللي بيظهر خلفه. ولذلك لما المعلم يعرض صورة مثلا الصورة هنا بتظهر بكامل ملامحها، دي هي الشكل، الخلفية الأشياء اللي بتكون غير مكتملة الملامح دي بنقول عليها الخلفية. إذن هنا المفروض يكون في تباين بين الألوان المستخدمة في الوسائل التعليمية، لأن هذا التباين يساعد على جذب الانتباه أكثر من الألوان التي تكون متقاربة. أما بالنسبة للاستراتيجية الأخرى وهي استراتيجية تعديل السلوك، هذه الاستراتيجية بتقوم على طبعا الهدف منها خفض أعراض النشاط الزايد وأعراض الاندفاعية، لأن احنا كما ذكرنا أعراض النشاط الزايد والاندفاعية دايما بيأتوا معا كما ذكر الدليل التشخيص والإحصائي، دايما بيكون العرضين متلازمين. ولذلك تعديل السلوك بيهدف إلى تخفيف حدة هذه الأعراض من خلال فنيات تعديل السلوك خاصة تعزيز السلوك المرغوب. يعني بتقوم على افتراض ان تعزيز السلوك عملية التعزيز تؤدي الى احتمال ان الطفل يكرر هذا السلوك في المستقبل، وان تجاهل هذا السلوك بيؤدي الى الاطفاء، بمعنى ان تجاهل هذا السلوك يؤدي الى اختفاء هذا السلوك من عند الطفل. فاذا قام الطفل بسلوك مرغوب وقدمنا له تعزيز فالطفل ممكن يكون بهذا السلوك مرة أخرى. والتعزيز طبعا قد كما ذكر أستاذنا دكتور فتحي بالأمس التعزيز قد يكون مادي وقد يكون معنوي، بمعنى أن أنا ممكن أقول للطفل برافو أحسنت، هذا التعزيز معنوي، وممكن أقدم له شيء ملموس يحبه. وهنا لما أجي أختار التعزيز يا حضرات المفروض أنا بدرس الطفل، الكلام ده احنا بنعمله في الخطة التربوية الفردية، لما نيجي نعمل تعزيز للطفل كل طفل بيختلف عن الآخر، بشوف المعلم احيانا يخطئ ويقول اليوم مثلا انا هستخدم التعزيز شوكولاتة لجميع الاطفال، طبعا ده خطأ، لان في طفل بيحب الشوكولاتة، في طفل بيحب العصير وحتى انواع العصير، في طفل بيحب البيبسي، في طفل بيحب مشروب اخر. اذا عشان اعمل تعزيز المفروض اعمل دراسة لانواع المعززات اللي هو بيفضلها الطفل، واشوف هي اكثر هذه المعززات بحيث ان انا استخدم التعزيز اللي هو بيناسب الطفل او بحبه الطفل، لان انا ممكن استخدم شيء معين مع طفل وهذا الشيء ليس له قيمة بالنسبة للطفل الاخر. ولذلك في التعزيز انا بشوف المعزز اللي هو الطفل بيفضله بحيث ان انا استخدم هذا التعزيز. التعزيز كما قلنا كما ذكرنا هو اجراء يتبع حدوث الاستجابة، بيؤدي لزيادة تكرار الاستجابة المرغوبة وعدم تكرار الاستجابة غير المرغوبة. بالنسبة لتجاهل عملية الإطفاء مثلا زي الطفل اللي هو لما المعلم يسأل سؤال المعلم قال تعليماته للأطفال اللي يعرف الإجابة يرفع يده، فالطفل اللي بيرفع يده كده اتبع التعليمات، المفروض المعلم هيقدم له تعزيز. إذا الطفل هذا اللي هو عايز يعدل له سلوكه رفع يده وهو جالس مكانه المفروض المعلم يقدم له تعزيز، متى؟ عقب الاستجابة مباشرة. أما إذا الطفل ترك مكانه أنا يا أستاذ يعني اتكلم وقام من مكانه الطفل ما يقدم له تعزيز. احيانا الطفل يلح
على المعلم عشان يسمح له بالكلام. الطفل لما سأل المعلم يقول أنا يا أستاذ، المعلم ما سأل عنه عشان يعمل عملية إطفاء، الاستجابة غير مرغوبة. إحنا عايزين نعمل إطفاء بحيث الطفل يتجاهل أو المعلم يتجاهل هذه الاستجابة بحيث تختفي من عند الطفل. أحيانا أن الطفل يترك مكانه ويذهب إلى عند المعلم قدام عند السبورة أنا يا أستاذ. فإذا المعلم بعد إلحاح الطفل لو سمح للطفل بأن هو يجيب، فكده المعلم يكون وقع في خطأ لأنه عمل تعزيز لهذه الاستجابة غير المرغوبة. أما إذا تجاهل الطفل تماما وما سمح له هو يجاوب وسمح لطفل آخر، فلما يقوم الطفل بهذه السلوكيات مرة أخرى، فهنا الطفل بيعرف أنه هو لو قال أنا يا أستاذ وراح عند المعلم، المعلم هيتجاهله، والطفل بعد ذلك ما بيقوم ما بيرفع يده، ده بيعمل عملية إطفاء لهذه الاستجابة غير المرغوبة. في أشكال، في بعض الأشياء اللي هي بتساعد على أن التعزيز يؤتي الثمار المرجوة منه، وهي أن التعزيز يكون عقب الاستجابة مباشرة. يعني الطفل احنا بندربه على أنه لما المعلم يسأل سؤال يرفع يده وهو جالس مكانه، فلما يقوم المعلم بهذه يقوم الطفل بهذه الاستجابة، يجب على المعلم ان هو يعزز الطفل، يقدم التعزيز المناسب للطفل عقب قيامه بسلوك مباشرة. احيانا بعض المعلمين ممكن هو مسك المعزز الشوكولاتة مثلا ورايح يوديها للطفل، مدير المدرسة دق الباب عشان يكلم المعلم في حاجة، والمعلم ماسك المعزز في يده، وبعد المدير ما خلص كلام المعلم راح ودى الطفل المعزز بعد 5 دقائق من الحوار. في هذه الأثناء قد يقوم الطفل بسلوك غير مرغوب، ممكن مثلا يكون اعتدى بالضرب على الطفل اللي جاره والمعلم راح اداله تعزيز، فالطفل بيعتقد ان المعلم كافئه على السلوك الأخير غير المرغوب اللي هو جنبيه اللي هو الاعتداء على زميله، وبذلك فالتعزيز هنا بيكون خاطئ لهنا لأنه بيدعم السلوك غير المرغوب اللي جنب الطفل. ولذلك يجب التعزيز أن يكون عقب السلوك المرغوب مباشرة ولا يتأجل. إذا تأجل التعزيز لأي ظرف كان خلاص يبقى المعلم ما يقدم التعزيز، ولكن يقدم التعزيز بعد محاولة أخرى. النقطة الثانية أن كمية التعزيز لازم تكون مناسبة للسلوك حتى لا يحدث إشباع. بمعنى يعني الطفل مثلا لو عمل السلوك المرغوب اللي احنا بنقول عليه ان هو لما المعلم يسأله هيرفع يده وهو جالس، المفروض قد احنا عرفنا المعزز اللي بيفضله الطفل هو الشوكولاتة، اديله قطعة من الشوكولاتة ما اديلوش كمية كبيرة. ليه؟ هذا النوع من المعزز الطفل بيحبه فهو عايز يحصل منه تاني مرة اخرى، فبنقدم له جزء من هذا التعزيز بحيث لما مرة تانية لما يقوم بهذا السلوك اديله جزء اخر. بمعنى ان الكمية البسيطة من التعزيز هتدفع الطفل للقيام بالسلوك المرغوب لكي يحصل مرة أخرى على التعزيز من المعلم. أما إذا المعلم قدم كمية كبيرة من التعزيز للطفل بعد قيامه بالسلوك مرة واحدة، فهذا يجعل الطفل إن هو خلاص عمل عنده عملية إشباع، ليه هيقوم بهذا السلوك مرة أخرى؟ خلاص المعزز عمله إشباع، ما عاد المعزز له تأثير عند الطفل. النقطة الأخرى، يجب تنويع التعزيز لأن الأطفال ذوي اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد دايما يملون من العمل المتكرر، اي شيء متكرر النمطي بيملون منه، ولذلك يجب تنويع التعزيز. احنا قلنا في الاول بنشوف انواع المعززات اللي هو بيحبها الطفل وبنحددها، المره دي انا قدمت له نوع، المره اللي جايه هقدم له نوع اخر حتى لا يحدث ملل من نوع المعزز ويفقد المعزز قيمته. في بعض الإرشادات اللي احنا ممكن نقولها للمعلمين اللي هي ممكن تساعد المعلم في التغلب على أعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد داخل حجرة الدراسة. أولا، حجرة الدراسة يجب انها تكون بعيدة عن مصادر الضوضاء. احنا ذكرنا من ضمن الأعراض ان الطفل اللي عنده اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد يتشتت انتباهه بسهولة لصوت الأقدام اللي بيسمعها في الطرقة، ولذلك يجب ان احنا نخلي حجرة الدراسة بعيدة عن الشارع، بعيدة عن مصدر الضوضاء، بحيث ان لان الاصوات الخارجية بتعمل على تشتت انتباه الطفل. ايضا الفصول، بنجد ان الفصول في المدارس مليئة باللوائح المعلقة على الجدران، هذه اللوائح بتجذب انتباه الاطفال
بما فيهم الأطفال ذوي اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزايد. ولذلك يجب أن الفصول اللي بيدرس فيها هؤلاء الأطفال تكون خالية تماما من اللوح والوسائل التعليمية المعلقة على الجدران، لأن هذه الوسائل التعليمية تجذب انتباه الطفل، بتخليه يركز فيها ويتشتت انتباهه إليها ولا يركز مع المعلم على الأشياء، على المادة الدراسية اللي بيأخذها في الحصة. طيب بالنسبة المكان بتاع جلوس الطفل، المفروض المعلم لما بيحضر أشياء معه هذه الأشياء الطفل بيعبس فيها، ولذلك يجب يكون هناك مسافة بين مكان المعلم وبين مكان الطفل حتى لا يعبس بالأشياء الوسائل التعليمية. أيضا المفروض المعلم يستخدم استراتيجية فعالة تساعد على نجاح الطفل في العملية التعليمية، يعني مثلا يشرح الأول بالأمثلة التوضيحية وبعدين التطبيق، بعدين الكتابة ثم التطبيق من قبل المعلم، ثم يدرب الطفل على الأداء بعد ذلك. أيضا المعلم يجب أن هو يتأكد أن الطفل منتبه ليه من خلال التواصل البصري المستمر مع عيني الطفل. إذا لاحظ أن الطفل تشتت انتباهه يحاول أن هو يناديه أو يخبط على كتفه كده بهدوء على أساس يجذب انتباه الطفل إليه. أيضا الأطفال اللي عندهم نشاط زايد قلنا أنه بيعمل من العمل المتكرر، ولذلك المعلم هنا المفروض يركز على الأشياء المهمة، ما يركز على الكم ولكن يركز على الكيف. الأطفال اللي عندهم اضطراب ضعف الانتباه ونشاط الزايد عندهم ضعف القدرة على الإنصات، ولذلك المعلم لما يدي الطفل تعليمات يخلي الطفل يكررها بصوت مسموع علشان يتأكد ان الطفل قال المعلومات بطريقة يكون فاهم هذه المعلومات، هذه التعليمات. ايضا الطفل عنده طاقة بدنية كبيرة، فالمعلم مفروض ان هو يعمل تنفيس عن هذه الطاقة داخل حجرة الدراسة من خلال اشراك الطفل في بعض الانشطة المقبولة، زي مثلا يساعد المعلم في توزيع الدفاتر على زمايله. الطفل اللي هو بيعاني من هذا الاضطراب المعلم المفروض يتيح له فرصة النجاح، لانه كما ذكر استاذنا الدكتور فتحي ان الطفل بيشعر دايما بالاحباط ولذلك عنده مفهوم سلب عن ذاته، فالمعلم بيخلي الطفل يقسم العمل الى اجزاء صغيرة وبيدي جزئية واحدة من العمل الى الطفل بحيث يشعر بالنجاح، لانه شعور الطفل بالنجاح بيدفعه الى القيام بالعمل الاخر. الطفل طبعا بيتشتت انتباهه بطول الزمن، فالمعلم هنا مفروض يقسم زمن الحصة الى اوقات قصيرة بحيث يخلي فترات استراحة في المنتصف حتى لا يشعر الطفل بالملل. الطفل عنده ضعف القدرة على التنظيم ولذلك اعماله دايما مبعثرة، وهذه الاشياء المبعثرة بتشتت انتباه الطفل، فلما المعلم يلاحظ ذلك المفروض يساعده على ترتيب الطاولة وترتيب المكان اللي هو جالس فيه. الأطفال اللي هم بيعانوا من هذا الاضطراب قلنا ان هم بيحاولوا يستهلكوا الوقت في تجنب الموقف التعليمي، بياخد وقت طويل في إخراج الكتب وإعادة الكتب ومن الشنطة من حقيبته، ولذلك هنا المعلم يجب ان هو يساعد الطفل على إخراج أدواته الدراسية حتى لا يستهلك الوقت في إخراج هذه الأدوات. الأطفال اللي هم بيعانوا من هذا الاضطراب لا يستطيعون الانتهاء من العمل اللي هم بيقوموا به في الوقت المحدد، ولذلك إذا كان الطفل بيجاوب على اختبار المفروض المعلم يديله وقت إضافي، لأن الوقت بينتهي قبل أن يكمل الطفل الإجابة عن جميع الأسئلة.